ضربات الزمن هواي كثيرة جدا صار يعني ذات تحسين كثيرات بس ما يعلقا بالذاكرة. ليش؟ لأنه من تذكرهن راح تأجج الألم بداخلك. مثلا خسارة والدك ووالدتك. والدي فتحت عيونه علي لأن أنا الابن البكر للعائلة، فكنت أحبه جدا مولع بي، يعني ياخذني قدامه على البايسكيل، كان يعني قصته مال بوريات تأسيسات صحية. شو تشتغل وياه؟ إيه أشتغل وياه يعني يعني اللحظات اللي كنت أخشاها من نروح نأسس فرن فيطببني جوا بالكورة، أنا أخاف أختنق من عندها أشد للهاية، فكان يعنفني يعني الله يرحمه، عنف بيحب يعني الوالد لابنه. فكنت أحب أبويا، تعب علينا هواية يعني كلش تعب علينا، ما خلى شيء ما سواه في سبيل أن نبقى تبقى ديمومة الحياة. وأيضا والدتي اللي هي أنا بدعائها أعتقد كنت عايش وبركتها يعني، يعني اليتم بالأساس هو يتم الأم، فذول أهم شخصين. من توفى أول بيهم؟ والدي. أنا عندي والدات اثنين. شلون؟ عندي مرة أبويا اللي هي متزوجة أبويا 30 سنة ما خلفت من عدة، زوجتها ابن خالها اللي هي أمي بنت خالها. فمرت أبويا ينصح لها يمه من ماتت توفت الله يرحمها أمي، غسلناها وكفناها ونمنا إياها بالاستقبال، نومناها بنصنا. مرت أبوكم؟ مرت أبويا، نحبها إلى حد الجنون. وشون كانت العلاقة بينها وبين والدتك؟ كلش حميمية. معقولة؟ كلش حميمية. لأنه شوف ذول الناس ما نحصل مثلهم بعد. دول الناس انا يعني اعتبرهم شواذ بعصرهم. صح. يعني مو بالمعنى الايجابي. الايجابي ناس يتحملون كل شيء، يعطوك الصبر، يعطوك الاخلاق، يعلموك الحياه، يدرسوك بمدرسه الحياه اللي هي مجانا. ولذلك يعني شوف احنا اللي رضعناه منهم من تربيتهم ان ايضا خلينا باولادنا. فتوفى والدي وتوفت الحجيه الله يرحمهم، وراها أمي. أمي دخلت في غيبوبة يعني، صارت عندها جلطة دماغية، وآخر يوم بحياتها فجينا يمها أني وأخواني وأختي، فحسيتها تسمعنا فدنحت شوية نزلت دموعها وراها، وأني موجودة توفت يعني. فحسيت نهاية العالم، نهاية الكون، لانه كبير بالبيت بركه بركه يعني، خصوصا الام يعني يوميا من اقعد الصبح او انا اروح اقول لها يما راضي عني، يقول لي ايه يما راضي عنك. شوف يعني هذا المفروض كل ابن يسوي، لان هذا بر الوالدين يعني. شنو اكثر لقطه من تتذكرها تمر ببالك، مشهد يخصها؟ يخصها ولو ما ينحكي هو، امي تحب النظافه، كنا مسميها بالبيت يعني، حتى عمومي ولد عمي يسمونها وزارة الصحة، فمن كانت تخليني تسبحني هي بيدها كنا جاهل اطشت. اي فهي عنيفة بالليفة، فيعني هذا المشهد ما انساه ما حييت يعني. الله يرحمه يا رب، الله يرحم كل الاموات.